سعدت في هذا اليوم بمشاركتي مع أبنائي وزملائي معلمي الرياضيات في هذا الملتقى التخصصي، الملتقى العلمي التخصصي السنوي لمعلمي الرياضيات، طبعا الملتقى الأول. هذا الملتقى لم يكن وليد الصدفة، ولكن أتى طبعا منذ مطلع العام، والإدارة التعليم عقدت سلسلة من الاجتماعات وتحليل الواقع وتشخيصه بقيادة تشاركية من قبل ساعات المدير العام مع جميع مستويات الإدارة ابتداء من المساعدين ومديري المكاتب، ووصلت في نهاية الأمر إلى تبني 10 برامج و10 مبادرات، من ضمنها برنامج الملتقيات التخصصية لمعلمي الرياضيات، معلمي العلوم، معلمي اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الصف الأولية، واللغة الإنجليزية إذا ما ذكرتها. أما في هذا الملتقى صراحة يعني كان تنظيم رائع وأوراق مختارة، المشاركة فاعلة من جميع الحضور، ويعد خدمة تعليمية مهنية من قبل إدارة التعليم لمعلمي الرياضيات وتطويرهم، يلتقون مع بعض خلال العام الدراسي لمدة يومين، يتبادلون الخبرات والتجارب بدعم ومتابعة وتوجيه من ساعات المدير العام الدكتور عسير الأحوص.